طيب امتى معلش اخر سؤال، انا عارف ان انا اثقلت عليك، امتى ممكن يبقى عندنا اغنيه زي ديسباسيتو كده اللي هي يعني تقريبا معديه 3 مليار دلوقتي على اليوتيوب؟ دي أغنية بقى يعني اه ممكن ده تخلصها فتح بقى، ده فتح من ربنا بقى، ده لما ربنا يفتح كده فربنا يعني. اه أقول لحضرتك حاجة، هو اتفضل. إحنا تعالى نتكلم على السكيل بتاع الوطن العربي، السكيل بتاع اللغات اللي هي الأسبانية والأمريكية يعني لغات ليها بلاد كتير بيتكلموا بيها وبقت موضة في العالم. تعالى يعني يعني أوضح للناس شوية، اللغة العربية بالنسبة للعالم هي لغة في الحارب، والناس بتبقى عارفة كده، في بعض العنصرية، ففي دايما حواجز قدام الناس توصل، حتى ممكن لما توصل مثلا بعض الأحيان تلاقيها واصلة بالفرنساوي. اه مطربين يعني، مطربين عرب بس بيغنوا بالفرنساوي او بالانجليزي مش كده؟ مثلا اها وبتوصل في أوروبا أكتر من إن هي العالم، لا أوروبا بس. الفكرة إن تعالى نتكلم على السكيل العربي، عربي عايز اقول لحضرتك حاجه، الارقام دلوقتي بما ان اليوتيوب يعني لغه حديثه، احنا قبل كده عندنا اغاني لو كنت حضرتك حسبتها وقت الارقام كانت هتبقى عامله ارقام كبيره جدا. يعني لو تفتكر اغنيه الاول كانت اتعملت ايه؟ اغنيه يا ليل دي هو في حد ما يعرفهاش؟ في طفل ما يعرفها؟ اغنيه كل مره بشوفها فيه، اغنيه الايه؟ لا، وعايز اغنيه اقول لك ان احنا احلى مثلا حاجه فيه لولاكي دي كانت صرعة ماشي، تخيل مثلا. لو كان، تخيل لو كان في ارقام ساعتها كان هيبقى ايه، كنا وحاجات كتير لو كان واغنيه في، احلى حاجه يوتيوب. بالظبط. يعني تخيل نور العين لو كان في يوتيوب كانت عملت ايه؟ يعني كنت هتسمع ارقام خيال. طب يا تامر، مفيش اغنيه يعني، انت قلت 3 اغاني بتوعك واغنيه يا ليل بتاع شيرين، يعني مفيش اي اغنيه تانية من عند حد؟ لا، ما انا قلت نور العين، نور العين اغنيه ماشي. اه يعني ماشي. الفنان عمرو دياب، اغنيه احلى حاجه فيك الفنان محمد حماقي.